لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول الثبات، ثبات حتى الممات. ذكرنا من محطات الثبات أو المحطات التي نحتاج فيها إلى الثبات محطة الفتن، وذكرنا كذلك الابتلاء والمحن. والليلة نتكلم عما تبقى، فنذكر الثبات على المنهج والثبات عند الموت وفي القبر. نسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يثبتنا عن الإيمان حتى نلقاه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من المحطات، أحبتي، التي نحتاج إلى الثبات عندها وفيها، الثبات على المنهج. ولعل الفتنة به أخطر أنواع الفتن. ونعني بالمنهج الطريق الواضح البين الذي يسلكه المسلم في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وجميع شؤون حياته. المطلوب من المسلم، بل الواجب عليه، أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأفاضل، إذ زكى الله هذا المنهج بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه المثلية التي يطلق عليها في هذه الأيام السلفية، لا بد أن تكون في إيمانك على مثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحابه رضي الله عنهم. وأثنى الله عز وجل على أهل هذا المنهج بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأثنى عليهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا المنهج ارتضاه الله لنا، وبين أن من يخالفه وينتهج غيره فقد عرض نفسه للهلاك، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. من يباين الرسول صلى الله عليه وسلم ويفارق طريقه وهو طريق الحق والصراط المستقيم، من يفعل ذلك بعدما وضح له وبان وهو طريق المؤمنين الصادقين ومنهاجهم الواضح المبين الذي يوصلهم إلى مرضات رب العالمين، من فعل ذلك نوله ما تولاه ونتركه إلى مختاره وهو الضلال والخذلان الذي ينال به العذاب العظيم والمآل الوخيم يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه شمالا ويمينا ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال ضلالا مبينا. وهذا رواه البخاري بلفظ مقارب. وقال ابن مسعود: من كان منكم مستنا يعني مقتديا، من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لذلك نقول ونقرر: الفرق كلها، الطرق كلها مغلقة إلا طريقا ساروا عليه، الطرق كلها مغلقة إلا طريقا ساروا عليه، أي سار عليه السلف. والمناهج كلها منحرفة إلا منهجا التزموه،
والمسالك كلها وعرة إلا مسلكا سلكوا، والأبواب كلها موصدة إلا بابا فتحوه، فالهدي هديهم والحق معهم والضلال في منأى عنهم. هذا المنهج منهج متلقى من القرآن والسنة، المنهج السلفي طريق واضح واحد لا يتعدد، مستقيم ليس يعوج، منهج كامل تام واضح جلي باق إلى قيام الساعة، صالح لكل زمان ومكان، منهج وسط معتدل بعيد عن الغلو والجفاء. هذه السمات التي ذكرتها باختصار تحتاج لمحاضرة أو محاضرات لبيانها، لكني أحيل الشباب على كتاب في غاية الأهمية يعينك على التعرف على ملامح هذا المنهج، وهو كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي الدكتور علاء بكر حفظه الله تعالى. ليت الإخوة تقتني هذا الكتاب وتقرأ، وتقرأ كتب الشيخ الذي كتبها كذلك عن السلفية. وقد ذكر الدكتور المقدم حفظه الله أن السلفية منهج ملزم لكل مسلم، ليس الأمر باختيار الإنسان أن يكون على منهج السلف أو يختار منهجا آخر، لأن المناهج الأخرى لا توصل، وإنما تصل بالعبد إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى. بعد المعرفة التامة بهذا المنهج والسلوك على ذلك الصراط المستقيم، يتعين على العبد التعرف على المناهج المنحرفة. وقبل أن ننتقل للمناهج المنحرفة أذكر أو ننقل هذه الكلمة لمحدث العصر فضيلة الشيخ المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي ذكروا عنه أنه من المجددين لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يتكلم فيه الشيخ عن هذا المنهج وهذه الدعوة المباركة. من هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية قد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية، وآخرون بدعوة آل الحديث، وكلها أسماء تدل على معنى واحد. هذا المعنى الواحد طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها، أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها. الدعوة السلفية. ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم في الدنيا إلا يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. السلفية. هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة، يوم لا يبقى مال ولا بنون. الدعوة السلفية. ومن الأفكار والأوصاف والسبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتطرقون إلى مذاهب شتى وطوائف قددا. الدعوة السلفية. فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعدهم.
بعد المعرفة التامة بهذا المنهج أو السلوك على ذلك الصراط، على طالب النجاة التعرف على المناهج المنحرفة ليحذرها حتى لا قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد من وضوح سبيل المجرمين ومعرفتها حتى لا ينحرف الإنسان عن المنهج الحق. ثمة أشياء تعارض هذا المنهج وتؤثر في الثبات عليه، بل تنحرف بأهلها بعيدا عنها بعيدا عنه، وهي باختصار اتباع الهوى، تحكيم العقل والرأي في نصوص الوحي، ارتكاب البدع، التعصب والتقليد بغير دليل، التأويل بغير حجة، اتباع المتشابه، الجدال المذموم. وقد سبق معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فرقة واحدة هي الناجية التي هي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية هم السلف ومن تبعهم في كل العصور والأزمان. وهناك فرق أخرى كثيرة انحرفت وضلت، كالخوارج مثلا والروافض وغيرهم من الفرق الضالة المنحرفة. وإن ذكرنا فنذكر شيئا مثلا عن امتداد لمنهج الخوارج في عصرنا المسمى بحركة داعش، ويطلق عليها زورا وبهتانا أنها دولة الخلافة أو دولة الإسلام في الشام والعراق، وهم أبعد ما يكونون عن هذه المعاني الشرعية. هذه علامات تبين لنا انحراف هؤلاء. ثم سؤال عجيب يتكرر كثيرا في السنتين الماضيتين، وهو: هل الدولة الإسلامية داعش خوارج؟ وبما أن هذا السؤال يحتاج لحكم شرعي يستند إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمدنا نحن إخوانكم في مركز الدراسات للبحوث والدراسات على النص النبوي الصحيح الصريح في صفات الخوارج، ثم قارناه بما يصدر من الدولة الإسلامية داعش في إصداراتها الرسمية عبر سلاسلهم المرئية، فخرجنا بما يلي: الصفة الأولى صغار السن. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. هذا الحاجز الذي ادعى التنسيقية مسكر اليوم بأنه قد استولت عليه التنسيق، قد استولت عليه الصحوات. الصفة الثانية فيهم كفة وطيش كما جاء في الصحيحين أيضا: سفهاء الأحلام. هو يقصد الذين يطعنون في داعش، يتهمونهم بأنهم ليس عندهم علم، فهو يرد على العلماء الذين يقولون ذلك. قد أتينا فوجدنا غير هذا، بل نأسف والله، كم ننادي وكم نناشد العلماء وطلبة العلم يأتون لا يحملوا بندقية ولا يحملوا، ونريد أن يحمل العلم ويعلم هؤلاء الناس ويجمع الناس على كلمة سواء. هو يريد العلماء أن يسافروا إليهم ليقتلوهم، لأن العلماء عندهم مرتدون، وهذه نقلها بعض الإخوة من لسانهم مباشرة إلى أذني.
قال له من أين أنت؟ قال من مصر. قال من عند فلان وفلان، وذكر أسماء علماء في مصر. قال هؤلاء مرتدون. فإذا كان العلماء مرتدون فماذا عني وعنكم؟ يعني يبقى العلماء بتوعنا مرتدين، يبقى احنا ايه؟ مفيش حاجة. صفة الرابعة لا يفهمون القرآن ويستدلون به على جهل كما جاء في الصحيحين. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وعند العشرة حلقة الدليل حفظ المؤمنين، تعرف حفظ المؤمنين خوف من الأعمال الداخلية. كل واحد لما ينقل نفسه لما ينقل دلالته اقتل تنبي تنبي يمتع. الصفة الخامسة يقتلون المسلمين كما جاء في الصحيحين. يقتلون أهل الإسلام. قال ملا غالي يقتلون أهل الإسلام لأنهم يكفرونهم فيقتلونهم. هتشوفوا دلوقتي هم جايبين بعض المجاهدين وعايزين يقتلوه، فهو بيقول لهم طب أصلي، أصلي ركعتين. يعني اللي بيصلي ده بيبقى إيه؟ مسلم. وفي بعض المقاطع الأخرى يقول لهم طب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أقول له هنقتلك برضه. طب قل والله أحد الله الصمد برضه هنقتلك. يعني إيه؟ خلاص مقتول مقتول. الصفة السادسة يؤمنون الكافرين ولا يقتلونهم كما في الصحيحين. يدعون أهل الأوثان. قانون دفع الجزية والعيش كذنين تحت ظلم الدولة الخلافة. فتكرم خليفة المسلمين حفظه الله ورعاه على نصارى القريتين بقبول الجزية منهم والعيش تحت ظل الخلافة بعقد. الصفة السابعة يرفضون الوصول إلى شرع الله كما قال صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. فلن نقبل التحاكم معكم إلى شرع الله الذي تريدونه، فشرعكم غير شرعنا. ولهذا تفاصلنا وتمايزنا، لأن ديننا غير ديننا وشرعنا غير شرعنا. وإن تشابهت الأسماء قال فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الصفة الثامنة لا يقدرون للنبوة قدرها مع سوء في الخطاب كما في الصحيحين لما قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. والله ما يا أولادي بهذا القوم وإني على يقين أنني على الحق. لو كان محمد رسول الله كان وكان معنا ودخل على الهدوء لانضم إلى دولة الإسلام وأصبح ذلك. يقول لو الرسول كان موجود يعني كان بقى معنا في دولة الإسلام. الصفة التاسعة يخرجون من العراق كما في صحيح البخاري عن سهل بن حنيف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. طبعا المقصد اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في أول خروجهم مش في الأيام اللي احنا فيها دلوقت، لأنهم خرجوا قبل ذلك في أيام الصحابة رضي الله عنهم عند افتراق الصحابة والفتنة التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية. فلا يفهم البعض أن المقصود به خروجهم في هذه الأيام، بل هم قد خرجوا في أواخر عهد الصحابة. يزف إليكم إخوانكم في حلف المطيبين بشرى إنشاء وإقامة دولة العراق الإسلامية في بغداد والأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وأجزاء من محافظة باب الأواصر حماية لديننا وأهلنا، وحتى لا تكون فتنة وتضيع دماء
أرض الشهداء وتضحيات أبنائكم المجاهدين. الصلة العاشرة، يخرجون أوقات الحروب والفتن كما في الصحيحين، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال النووي: أي وقت افتراق الناس. وطبعا وقت افتراق الناس المقصود بالحديث اللي هو ايه؟ احنا لسه قايلين الفتنة التي كانت بين الصحابة، بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهم الآن كذلك وقت افتراق الناس. ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه. عارفين ده الخليف، خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي، اللي هو قائد أو رئيس داعش، اللي هو رئيس الدولة المسمى بالدولة الإسلامية، الدماغ الكبيرة يعني. أمانة، أمانة ثقيلة كوليت عليكم، ولست بخيركم ولا أفضلكم. فهذه عشر صفات نبوية ذكرها من لا ينطق عن الهوى، مطابقة لصفة داعش رؤيا العين. فهل هناك خبر أصح من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف أجلى من وصفه عليه الصلاة والسلام؟ ومن الفرق المنحرفة كذلك الروافض الشيعة، وانحرافهم يحتاج لدروس ومحاضرات. الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله له عدة دروس يتكلم فيها عن أصول مذهب الشيعة لمن أراد أن يتعرف عليه، لكن أيضا مقطع يسير يبين لنا قدر الانحراف الذي عنده. قبل ما أعرض المقطع عايز أسأل الإخوة، من منكم يعرف نبيا اسمه مشمش؟ يعني مر عليكم قبل كده في القرآن والسنة أو في هو عند الشيعة في نبي اسمه مشمش، وليه قصة كمان، تعالوا كده شوفوا القصة بتاعته. مشمش بس ما نعرفش بقى. فخذ بك سبيل مشمش، هذا ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيما مر النبي هذا الذي دعا قومه إلى الله 40 سنة. يبقى النبي ده دعا قومه كام؟ 40 سنة. هكبر السوق، هل تكبرها تعمل بها ايه؟ هذا سوره مسلم، وسوره به مستشار جواب. هذا الذي دعا قومه الى الله 40 سنة ولا واحد آمن. ولا واحد آمن. حقيقة أن كل المذنبون في التاريخ والأنبياء لله تدعون الدولة. كان الأحمر من يوم العيد، وكان قانون آنذاك في يوم عيد كان عند قوم النبي ده، فكان عندهم العيد من الطقوس بتاعته بيلبسوا ملابس صفرة. خل بالك من الترتيب ها، عشان نوصل للمشمش في الآخر. المهم شوف هيطلبوا آية دلوقتي من النبي، هيشوف حي فقالوا له اطلب من ربك انه يدينا أكلة صفرة، إنه ينزل علينا أكلة صفرة. قال لهم هتؤمنوا لو الأكلة الصفرة نزلت هتؤمنوا؟ قالوا آه هنؤمن. واحدة بتزرغة تقال انه ايه، دعا ربنا ان ينزل عليهم الاكلة الصفرة فنزل الايه؟ المشمش. في المشمش طبعا ها. امنوا خلاص. فلما صار قرارهم
الحبة المشمش جوه فيه ايه؟ البذرة بتاعتها. فالمؤمنين لما ياكلوا المشمش يلاقوا حباية المشمش اللي جوه طعمها حلو، والكفار يجوا ياكلوا المشمش يلاقوا الحباية من جوه مرة. عشان كده ساعات انت بتفتح المشمش تلاقي من جوه حباية طعمها حلو وحباية ايه؟ خدت بالك؟ بس مش عارف انت ممكن لو لقيتها مرة هتبقى انت ايه؟ المستعان. طبعا البدع والانحرافات اللي هو فيها الشيعة أكثر من ذلك يعني. الله المستعان. من النماذج الرائعة ونحن نتكلم عن الثبات على المنهج، وأنصح الإخوة بالقراءة عن هذه النماذج، نماذج كثيرة جدا في الحقيقة، لكن أذكر نموذجين فقط. إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، وسبق ذكر شيء من قصته في دروس الأحد في رحاب اليوم الآخر، وكذلك قصة حياة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. سيرتهما جديرة بالدراسة فعلا. شيخ محمد إسماعيل له محاضرات بعنوان رجل لكل العصور يتكلم فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن سألت عن أسباب الثبات على المنهج فنقول أولها العلم بالمنهج، أن تتعرف على المنهج وأن تدرس معالم منهج أهل السنة، أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي. السلفية ليست بديلا للإسلام، وإنما هي الفهم الصحيح للإسلام. فالكل يقول نحن نعتمد على الكتاب والسنة، الخوارج يقولون كتاب وسنة، والشيعة يقولون كتاب وسنة، الكل يقول كتاب وسنة، ولكن الكتاب والسنة بفهم من؟ نحن نقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن تتعلم وأن تتعرف على معالم المنهج السلفي حتى تلتزم هذا المنهج، وهو المنهج الصحيح لفهم الإسلام. الثانية الحذر من العدول عنه بفعل ما يعارضه، كما ذكرنا من اتباع الهوى وتحكيم العقل والرأي في نصوص الوحي ونحو ذلك. ثلاثة الأخذ بالوسطية والاعتدال، الأخذ بالوسطية والاعتدال. أربعة عدم الوحشة بقلة السالكين، تقريبا ما تجد الحرب في هذه الأيام إلا على هذا المنهج، يحارب داخليا وخارجيا لأنه المنهج الصحيح والمنهج الصواب والمنهج الحق، فلا قلة السالكين على هذا المنهج وفي هذا الطريق. خمسة التعرف على سير الثابتين من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وأنصح الشباب بسماع محاضرات المشايخ والعلماء حول معالم المنهج السلفي والمعروفة بأبحاث مجلة صوت الدعوة، الكلام عن فقه الخلاف وكيف تكون هناك علاقة أفضل بين الاتجاهات الإسلامية، الكلام عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلام عن أحكام الجهاد، فقه الإيمان والكفر أو أحكام الإيمان والكفر، كل هذه الأبحاث مهمة جدا حتى ينضبط سيرك على هذا الطريق وتثبت قدمك على منهج أهل السنة والجماعة. محطة أخرى من محطات الثبات وهي نتيجة لما سبق، وهي الثبات عند الموت وفي القبر. الموت كرب وشدة كما قال الله تعالى والتفت الساق بالساق. قال ابن عباس، من يذكر لنا قبل أن أذكر قول ابن عباس ما المقصود بالآية والتفت الساق بالساق، ما معناها؟ في جوائز هنا وفي هدايا. والتفت الساق بالساق، نعم، لما بيجي يموت بإيه؟ رجليه بيكفنوه فبيربطوا رجليه في بعض. طيب ها، والتفت الساق بالساق. قال ابن عباس آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة. آخر يوم للإنسان في الحياة
وأول يوم للإنسان من أيام الآخرة، تلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. قال سعيد بن جبير في تفسير الآية: التفت الساق بالساق، أي تتابعت عليه الشدائد، تتابعت عليه الشدائد. وقال السدي: لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه، إلا جاءه أشد منه. وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من السكرات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في لحظة الموت، كان بين يديه ركوة. إيه الركوة؟ إناء صغير فيه ماء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، يعني في هذا المكان، رأسه على صدرها صلى الله عليه وسلم. تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ الرواية الثانية هتوضح. قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله. يعني إيه برضو؟ لا، يعني هي تقول: لا أغبط، ما أغبط أحدا بهون موت، يعني ما نقول الغبطة اللي هو تمني أن يكون للإنسان ما عند غيره من غير أن يزول ذلك من على الغير، يعني ما يتمناش الإنسان أن يخفف عليه الموت. ليه؟ لأن النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم شدد عليه في الموت، فلما التجديد؟ لما شدد عليه وعلى الأنبياء؟ سيأتي بعد قليل. تقول: بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله، يعني لا تغبط أحدا بسهولة الموت، وذلك لما رأت شدة وفاته صلى الله عليه وسلم علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدل على سوء عاقبة المتوفى، وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات، وإلا لكان أولى الناس بها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايزة تقول التجديد الذي يكون عند الموت مش علامة على سوء الخاتم، والتيسير الذي يكون عند الموت مش كرامة، وإلا لو كان كرامة كان سهل ويسر على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت أنها لا تكره شدة الموت لأحد، ولا تغبط أحدا بموت من غير شدة، كما في تحفة الأحواذي. ولا شك أحبتي أن مفارقة الروح للجسد الذي تعلقت به وألفته وامتزجت به حتى صار كالشيء الواحد لا يمكن أن تفارقه إلا بجهد شديد وألم عظيم لم يذق ابن آدم في حياته ألما مثله. يعني تخيل كده لو إنسان يفصل ما بين لحمه وعظمه، أو ما بين دمه وجسمه، يعني ألم شديد جدا. تخيل بقى الروح التي تمتزج بكل عضو من أعضاء الجسم تخرج وتفارق الجسم، ألم لم يذق ابن آدم ألما مثله، كل نفس ذائقة الموت. قال الربيع ابن خثيم: أكثروا ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا قبله مثله. وقال القرطبي: إن الموت لهو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع، هو الأهدم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات. يقول: إن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم، وإن يومه يوم الموت لهو اليوم العظيم. نسأل الله أن يهون علينا ذلك اليوم. قال ابن عباس عن الموت: آخر شدة يلقاها المؤمن، كما في المسند بسند صحيح. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند الموت. تخيل، ركز معايا، اصح، كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند الموت. ليه؟ لأجل أن ذلك من المكفرات للذنوب والمعاصي، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في تحفة في عدة الصابرين. ولما كان الأنبياء أشد الناس بلاء، وأنهم يضاعف لهم البلاء كما يضاعف لهم الأجر، كان الموت مؤلما لهم شديدا عليهم. وهنا عند الموت ينقسم الخلق إلى ثلاثة أقسام: إلى مقربين سعداء، وإلى أصحاب يمين، وإلى أصحاب شمال نعوذ بالله من حالهم، وكل له معاملة
تختلف عن الآخر. وقد وصفت لنا ذلك سورة الواقعة وصفا دقيقا، وسبق ذلك معنا في درس بعنوان هل رأيت الموت، وتكلمنا عن وفاة الطيبين ووفاة الكافرين والظالمين، وتساءلنا سؤالا مهما مفاده: هل يمكن أن يولد إنسان ويكتب في شهادة الميلاد الديانة مسلم، ثم لما يموت تكتب في شهادة الوفاة وتصريح الوفاة الديانة كافر؟ هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، والدرس موجود والخطبة موجودة لمن أراد أن يسمعها حتى لا نكرر. ودرس آخر تكلمنا فيه عن وفاة الطيبين الصالحين ومظاهر التكريم التي حباهم الله تعالى بها، ولذا لا نعيد، بل ننصح الإخوة بسماع هذه الدروس. وأذكر لكم، أنقل لكم مقطعا فيه بيان كيف يكون، كيف تكون حسن الخاتمة، ومقطع آخر يبين كيف تكون سوء الخاتمة. ونحن لا نجزم لأحد لا بحسن خاتمة ولا بسوء خاتمة، وإنما نقول نرجو للمحسن ونخاف على الإيه؟ على المسيء. اسمعوا معي هذا المقطع. دكتور خالد الجبير أحد أطباء القلب في المملكة. ستة شعبان 1406 كنت مناوبا، صليت المغرب في مسجد المستشفى، وبعد أن صليت بقليل اتصل بي المبلغ وقال: يا دكتور، المريض الفلاني قد تعطل المغبل بيده اليمنى، ونريدك أن تضع في يده اليسرى. فأتيته أسعى، هذا المريض يا أخوان وأخوات له عندنا ستة أشهر، خمسة منها أكلمه ويكلمني، والشهر الأخير قد أغمي عليه إغماء تاما بسبب أن السرطان الذي بعضو من أعضائه انتقل إلى دماغه، فأصبح لا يحرك ساكنا. جئته وكان أعمى البصر، جئته فأخذت يده اليسرى أقلب فيها عرقا، فإذا بي أفاجأ: مين؟ خالد، الدكتور خالد. قلت: نعم. شو تدور؟ قلت: دور عندك أحط لك مغذي. قال: لا تدور، لا تتعب نفسك. قلت: ليش؟ قال: أنا ميت. قلت: نعم أنت ميت. وأنا أحاول، وكل ما حاول يرد علي: يا دكتور أنا ميت. وأنا أرد علي: يا دكتور، يا خالد، ما أنت ميت. وهو يقول: أنا ميت، وأرد أنا أنت ميت. وهو حاول إبرة وراء إبرة وراء إبرة، إبرة وراء إبرة، إلى أن قال لي: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت: ما أنت ميت. قال: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 من الدور الثاني من مبنى رقم 100 من المستشفى العسكري بالرياض. ملائكة العذاب في غرفة أنا فيها. أخواني أخواتي، ظهري قام كله، أحس أن دول وراي. تعرفون الطفل اللي عمره 3 سنين جواحي خوفة خرعة، بل أمثلها بقوة. وموقف آخر يرسم لنا فيه المتحدث كيف تكون حسن الخاتم. الذي تريد أن يبيض وجهك أمام الله، فثقل موازينك بالحسنات يا عبد الله. أختم لكم بهذا الحديث الذي ذكرت قصة عجيبة. رجل كبير في السن كان لا يصلي إلا في الصف الأول خلف الإمام، وفي يوم من الأيام بعد صلاة العصر زحف الرجل على مقعدته حتى وصل إلى الإمام. وتعجب الإمام من هذا
الرجل الكبير في السن يزحف إلي وهو يسبح الإمام ما زال في الأذكار، يقول وإلى به يجلس بين يديه. قال يا شيخ يا مطوع أريد أن تعلمني شيء الله ينفعني به، أي شيء علمني حاجة الله ينفعني بها. يقول الشيخ الداعي الإمام يقول فاجأني وأنا أسبح ويزحف وجاء إلى عندي، يقول ماذا أقول له ماذا أعلمه، يعني باقتني هكذا ماذا أعلمه. يقول فألهمني الله عز وجل وتذكرت هذا الحديث، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول تذكرت هذا الحديث من ضمن الدين كله، تذكرت هذا الحديث. يقول فقلت له يا عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. قال يا ولدي عدها عدها ما حفظتها. يقول فأعدت عليه. قال يا مطوع عيدها مرة ثانية. يقول فأعيدها عليه وأكرر عليه حتى قال يا ولدي حفظتها. خرج هذا الشارب يا إخوان يدعو بهذه الكلمة إلى الله جل وعلا، كلما جلس في مجلس وفي وليمة وفي عزيمة. قال يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يجون البنات في المحارم يسلمون عليه ويسلمون على راسه، يقول يا بنتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان، ويذكر لها الحديث وينشر هذا الحديث. كلما دخل في مجتمع أو جاءه واحد من أقاربه أو زاره في بيته قال هذا الحديث، فأخذ يدعو به إلى الله. مرض الشاهد ودخل المستشفى وأصيب بجلطة وغاب عن وعيه، ومكث فترة من الزمن يعودونه أبناؤه وأقاربه وذويه يقفون عند رأسه، وفي يوم من الأيام وأبناؤه يتحلقون حوله والطبيب يقف عند رأس هذا المريض، فإذا الرجل يفتح عينيه لأول مرة بعد فترة من الجلطة فتح عينيه. فنظر الأولاد إلى الأب يستبشروا خير، الأب فتح عينيه، الدكتور ينظر فرح الدكتور اقترب منه، الدكتور يلبس الباطو حق الدكتور والسماعة معلقة في صدره فينظر إلى المريض وينظر المريض إليه هذا الشاهد. فعرف الدكتور، عرفه من السماعة وعرفه من الباطو، فقال له يا دكتور يا دكتور النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثم لما استيقظ تذكر هذا الحديث الذي نفعه الله به، تذكر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، يقولها للدكتور يا دكتور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتعلم يا عبد الله أن الحمد لله تملأ الميزان؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ربما سمعناه لأول مرة، يبين لنا خطر هذه الفتنة، أعني فتنة الموت. يقول إن الموت فزع، إن الموت فزع. هل سمعت هذا الحديث قبل ذلك؟ العجيب أن الحديث في صحيح البخاري. أضف إلى هذا كله حضور الشيطان عند الموت،
وتخبط الشيطان للميت. وهذه كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، بل والدعاء لا يحفظه أكثر المسلمين. كان يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يدعو بهذا الدعاء، فماذا عني وعنك؟ كان يقول: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وفي مسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. وهذه اللحظة الأخيرة في حياة الإنسان هي الفرصة الأخيرة للشيطان كي يغوي فيها الإنسان، يحضره يقنطه من رحمة الله، يحضره يحول بينه وبين التوبة، يحضره يجعله غير راض بقضاء الله. أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أي أن يصرعني ويلعب بي ويفسد ديني أو عقلي عند الموت بنزغاته التي تزل بها الأقدام وتصرع لها العقول والأحلام. نعوذ بالله أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. إنها وحشة الموت يا إخواني، فالموت موحش، موحش للنفوس، إذ ينتقل به العبد من دار ألفها وعرفها إلى دار لا معرفة له بها ولا عهد له بما فيها، وهو وحيد فريد لا يدري مصيره هنالك وما يحدث له وما يصيبه. وأي قلب يثبت عند إمساك النفس ونزع النفس والانتقال والتحول إلى القبر، والإنسان لا يدري كيف سيكون القبر، هل سيكون روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار. ولما كانت هذه فتنة واختبار وشدة، خص الله يحيى بن زكريا عليهما السلام في مواطن ثلاثة بالسلام، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. لماذا يوم يموت؟ لأن هذا الموطن موطن وحشة، موطن الموت، تزداد وحشة الإنسان في هذه المواطن فيحتاج لهذا السلام. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يقول سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن، أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان في بطن أمه فخرج إلى الدنيا يستوحش، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، يعني الملائكة، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. تخيل الإنسان حينما ينشق عنه قبره فيكون في وسط هذه المليارات من الناس، يوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام. والسؤال الذي نجيب عنه الأسبوع القادم: ما عوامل وأسباب الثبات عند الموت؟ ما الأسباب التي نأخذ بها كي يثبتنا الله عز وجل عند الموت؟ ثم نذكر المحطة الأخيرة وهي الثبات في القبر، ونذكر لكم قصة لأحد الشباب وكيف رأوه في قبره بعد 30 سنة. ولكن لا يكفي أن تأتي بمفردك إلى الدرس، على الأقل كلم 5 من أصحابك، وكل من اهتدى فثواب هدايته في ميزان حسناتك. اعمل بأمر نبيك صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقد سمعتم في هذه القصة الأخيرة هذا الداعية بلغ هذا الرجل كم حديث؟ حديثا واحدا، وانطلق الرجل به يدعو إلى الله عز وجل. وكلنا يحفظ هذا الحديث بل وغيره من الأحاديث، بل وعشرات الأحاديث. فكن داعيا واجتهد لنصرة دينك، كن كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.